في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من دعوات التطرف والإلحاد غير المسبوق، يأتينا صوت معتدل يدعو إلى الأساس الأول لدى المسلمين، ألا وهو التوحيد. ونحن اليوم بسبب هذه الانحرافات في الموروث التاريخي الإسلامي، في بعض الموروث التاريخي الإسلامي، نقف هنا في مهرجاننا المبارك لنؤكد ولنصنع بأصواتنا بأن الله منزه عن التشبيه وعن التجسيم وعن الحيز وعن التجسيم أيضا. طرح السيد الأستاذ موضوع التوحيد في هذا الوقت بالذات لتفشي ظاهرة الانحراف العقادي في المجتمع بصورة عامة وفي فئة الشباب بصورة خاصة، مع قلة ما يطرح من علاج ناجع لهذه الظاهرة من قبل المتصدين، مما أدى إلى انحراف في المجتمع بصورة عامة. لذلك وأكثر انبرأ السيد الأستاذ لطرح هذا، للخوض في هذا الموضوع المصيري. يعد تفسير علي بن إبراهيم القمي أشهر التفاسير المعتمدة لدى الشيعة، حيث أظهر فيه التجسيم والتشبيه في أحاديث عديدة رواها في تفسيره، وقد طعن بعرض النبي والصحابة وأمهات المؤمنين. ولهذا تصدى المهندس الصرخ الحسني لتبيان منهج القم الفاسد المحرف الأفاك الطعان بعرض النبي والصحابة وأمهات المؤمنين. ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي، وتفسير القمي يعتبر من أهم المصادر الشيعية وأهم المصادر في الفكر الشيعي، والمولى حسن الدامر الله وجد فيه الكثير من التجسيم والتحريف والخرافة، وبالتالي عمل على إظهار هذه الحقيقة وهذه الخرافات وهذا التجسيم. وأيضا علي بن إبراهيم القمي كان من الطاعنين ومن السبابين للصحابة وأمهات المؤمنين، فكان إلزاما على المولى دامر المبارك أن يوضح هذه الحقيقة ويظهر هذه الحقيقة للناس، ويظهر حقيقة هذا الموروث وحقيقة هذا التفسير وحقيقة الفكر القمي ومن سار على نهجه ومن وثقه. تعد مثل هذه المهرجانات علاجا نظريا وعمليا لمواجهة الانحرافات العقادية المتمثلة بالغلو والتجسيم والبدع والخرافات التي أسس وروج لها المدلس المبتدعة في المجتمعات قناة المركز الإعلامي.